فتح باب داره فقط لتلفزيون الشرق ولخروجه عن الصمت المطبق. أسباب: قررت الخروج عن الصمت لماذا؟ لأن كل الطرق سدت في وجهي، كل المحاولات لتسوية الأوضاع سدت. تخيل أنت 8 سنوات في أرويقة العدالة بدون مبرر قانوني، الإدارة اللي خدمتها طول حياتي تدير بيا 5 ديبوتمنت. بعد ما تحصلت على كل شيء بالبراءة النهائية وقرارات نتاع الوظيفة العمومي وأحكام إدارية، الإدارة ترفض باش نرجع إلى منصبي الأصلي واللي عندي 10 سنوات بدون مرتب شهري إلى يومنا هذا. إذا كان بن يوسف ملو قد بدأ مهمته بوزارة العدل بأمر من الرئاسة تحت إشراف الوصايا، فإن ما حفز محمد سليماني كان حسه المدني العالي عندما سمع الرئيس بوتفليقة يدعو الخيرين في الجمارك إلى الثورة على الفساد داخل قطاعهم. أنا في الحقيقة كنت ربما نكافح في الفساد منذ سنين، ولكن الشيء اللي أعطاني قوة هو بعد اعتلاء سدة الحكم من طرف فخام السيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في 99. كنت من بين ودار حملة انتخابية بالتعفن والفساد المستشري بإدارة في إدارة الجمارك، وكنت في الحملة الانتخابية في مديرية الحملة الانتخابية في شارع بن خرقان في حيدرة. والشيء اللي زاد أثر فيها كثير وتأثرت يعني تأثرا بالغا وظنيت بأن سيف الحجاج جاء باش نكافح الفساد، ذلك التصريح التاريخي الذي أصدره سيد رئيس الجمهورية بمناسبة افتتاح السنة القضائية 99-2000 في رحاب المحكمة العليا. وش يقول فيه؟ وهو اصدر في جريدة ليبرتي تاع البرمي سبتمبر 99، ونقول فيه: أين هم الجمركيون الشرفاء؟ لماذا لم يبلغوا عن ملفات الفساد الجمركي المضرب للاقتصاد الوطني؟ أقول لهم وأؤكد أن يبلغوا ويفضحوا هذه الجرائم الاقتصادية أمام الشعب، وأقول وأؤكد أمام الشعب. التبليغ عن الفساد في قطاع الجمارك ليس سهلا، فسليماني يحتاج لأدلة دامغة، خاصة وأنه ليس جمركيا عاديا، فقد كان يشغل منصبا سياديا يجعله يتحدث باسم الجمارك ويمثلها أمام القضاء، بل لم يحدث في تاريخ الهيئات والمؤسسات الجزائرية أن يكشف مسؤول بهذا الحجم عن أخطر جرائم الفساد للمرة الأولى في هذا القطاع. في الحقيقة تأثرت يعني تأثير كبير وشمرت على سواعدي، قلت أنا من بين الذين يعني يبدأون في هذه المعركة، وكنت عارف ما هيش راح يفرشوا لك الورود، لأن فيه شخصيات لدخل في الملفات، فيه رؤوس كبيرة، ملفات بالملايير بآلاف الملايير. ما بلغ عنه سليماني كان أمرا يفوق كل التوقعات، وخسائر الجمارك أحدثت ضررا خارقا للاقتصاد الوطني. هذا اللجان الميزانية المشتركة يعني بعد دراسة الملفات برئاسة المفتشية العامة، وتم تنصيبهم والوثائق موجودة في 2001، بعد كل التقارير نتاع اللجان الميزانية المشتركة ونتاع تقارير إدارة الجمارك، والتقرير موجود نتاع الجمارك اللي مرسل إلى السيد رئيس الجمهورية في أوت 2001، الأضرار نتاع هذا المعمعة كل والفساد العظيم اللي انتشر كالهشيم في إدارة الجمارك بلغ حوالي 45 ألف مليار سنتيم، ما يعادل 7 مليار دولار. هذا رقم ربما يعني لو طرد كان ليستيماسيون تاعها في ذاك الوقت 3.5 ملايير. في هذه المرحلة أثبت كلش، وكل الملفات ثابتة، والتحقيقات مشات، العدالة مشات، متهمين من بعد ولو قال هذا اللي بلغ لازم يتحاسب. وتبدأ الاتصالات. كان اتصال مع محيط الرئيس من أقرب المقربين إليه، وهو السعيد بوتفليقة، مستشار الشخصي لرئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة، وبأخيه الأكبر
السيد عبد الغني بوتفليقة المحامي اللي موجود المكتب تاعو في الدي بي سي الان في اتصال خاص نعرفه منذ 20 سنه في المحاماه، يعني كنت ممثل اداره الجمرك في العداله. اعطيت لهم جميع الملفات وقراهم الرئيس في الدار مع خبراء فيما اعتقد، وقرروا باش يبعثوا 4 لجان وزاريه مشتركه. كان سليماني ماضيا في التبليغ عن الفساد بالجمارك بكل ثقه، إذ كان على اتصال مباشر مع عراب الرؤساء وكاردينال فرندا كما يلقب الراحل العربي بالخير. أول شيء كتبت تقرير أولي لرئيس الجمهورية مؤرخ في 24 نوفمبر 2000، مضيته بالرقم تاعي وين نبلغه نقول له راه يعني ملفات خطيرة في الجمارك تاع الفساد. على إثر هذا التقرير استقبلني السيد مدير ديوان نتاعو المرحوم العربي بالخير، وتناقشنا وياه على جميع الملفات، وراني شافي المرحوم واش قال لي رحمه الله. يقول لي بلي هاو الصور بيني وبين سيد الرئيس، استقبلني في المكتب نتاعو في رئاسة الجمهورية العربي بالخير. قال لي لما هيش الملفات اللي راك تكتب عليها وجبتها راهي قرها في خامة الرئيس، راك تخلص، اثبت مليح واش راك تهدر، زرق راح نحولوها للعداله. قلت له راني مسؤول عليها جزائيا اداريا كل المراحل راني مسؤول. كان في حكم المؤكد لدى الجمركي ثائر بانه سيصل الى نتيجه كبيره، لا لشيء الا لان ما كان يقوم به كان تحت اشراف القاضي الاول للبلاد وحاميها الرئيس الذي دعا لثوره جمركيه شامله عبد العزيز بوتفليقه. في نوعيه الملفات كتبت تقرير مفصل السيد رئيس الجمهورية واللي بعت مؤرخ في 8 جون 2001، اللي تكون 33 صفحة وتقريبا 80 رابور بيجنت. الملفات تتمثل قضية استيراد الأجهزة الإلكترونية والكهرباء المنزلية عن طريق نظام الأسكادي السيكادي، واللي كانت تسبب أضرار الخزينة العمومية حوالي 10,000 مليار سنتيم، وأكيد 10,000 مليار سنتيم لأن الأسكادي السيكادي كانوا يخلصوا عليه 45% من الدروا دون 21% تي في ا، يجيبوه برودوي فيني ويديكلاروه بياس دي طاسي بور لو مونتاج، مما سبب يعني يخلصوا في الاسكادي 25% والسيكادي 5%. شوف الفرق الشاسع، الناس ولات دي ارشي ملياردير بين عشيه وضحاها باسم القانون. الملف الثاني قضيه تصدير النفايات الحديديه وغير الحديديه، اللي الدوله عطات للناس هذو فرصه ويصدروا خارج المحروقات، تشجيع التصدير خارج المحروقات باش يجيبوا العمله صعبه، معفيين من حقوق رسوم الجمركيه، عادوا يقطعوا في التريسيتي في تاع التليفون في الشمان دفار، لحقوا حتى الباك تاع سوناتراك تليفون يعني تيوات جدد كسرهم وباعوهم. هذا الملف الاضرار نتاعو حوالي 15,000 مليار سنتيم. الملف الثالث نتاع قضيه استيراد القهوه من ساحل العاج كوت ديفوار، الناس جابت بابر تاع قهوه وما خلصوش لي دروازي طاس تحت ذرائع قانونيه ما يكفيش الوقت باش ندخلوا حنايا. شي عجيب واش يصدر من طرف مسؤولين في الدوله سامين ما خلصوش الى يومنا هذا تقريبا حوالي 20 مليار في سنه 97 98 نحسب شحال راه القيمه تاعنا للان ما دفعوش الحقوق رسم الجو تقادمت بقوه القانون. والملف اللي يعتبر الرابع في نظري اخطر ملف هو سوء تسيير الموارد البشريه في اداره الجمارك. الناس محكوم عليهم بالحبس النافذ ورجعوا يخدموا. السرقه الموصوفه يعني حتى وصلنا حياس المخدرات محكوم عليه بالسجن النافذ ويرجع يخدم، هذا موظف من اداره الجمارك وفاتوا في اللجنه المتوسطه الاعضاء الجمركيه على المستوى الوطني اللي رجعتهم يخدموا. هم موجودين لحد الان يخدموا؟ موجودين لحد الآن. كاين منهم ربما خرجوا روتريت، وكاين وين محكوم عليهم بالسجن عام نافذ. أنا نحكي القضايا اللي عندي عليها أدلة في قضايا رشوة، دخل السجن وخرج ولا ريانتيغري في البوست دوريجين تاعو ليكيدي في لي ديكلاراسيون في البورتال جاي. هذه كتبتها للرئيس في إطار الملفات وجاو داروا تحقيق، مازالوا الآن يعني لا عقاب إلى يومنا هذا.
لم يتوقف قدر محمد سليماني مع ملفه عند هذا الحد، بل بدأ يشعر على صعيد مختلف بأن ملفاته أزعجت دوائر مؤثرة في أعلى هرم السلطة، فصدق حدسه باستقباله أولى التهديدات. جولي يجمع من خارج إدارة الجمارك، قالوا لي يا ودي راك رحت بعيد وراك ما حافظتش على الخبزة نتاع أولادك، الناس رايشة شايفة وساكتة وانت راك تكلمت بعيد، ماذا بك تحكم روحك؟ ومثل جميع المبلغين الذين يصلون درجات متقدمة في كشف الفضائح ويقتنعون بأنهم لم يعد لديهم ما يخسروه وأنهم مستهدفون من كل الجهات وأن العداوة تحدق بهم من تحتهم ومن فوقهم، يحاول سليماني إبقاء نبض الحياة في اتصاله بالرئاسة، لكنه يكتشف أمرا يقع له لأول مرة في معركته. شوف، كان يعني كان القضايا كان يتبع فيها بصفة دقيقة وشخصية السيد العربي بالخير المرحوم رحمه الله، واتصل بي وكان فيه اتصال وشرحت له حتى الملفات في مقر مكتبه برئاسة الجمهورية، وطلب باش نزود الملفات، يعني زودته بها. ومن بعد كي انطلقت اللجان الأربعة المشتركة برئاسة المفتش العامة اللي كانت بأمر من رئيس الجمهورية، قال لي شوف لي أعطي لي ليطا دافونسمون وديرها لي اونورابون فرونسي، ما هي العراقيل في الميدان تاع هذا. كتبتها له وعطيتها له اونورابون فرونسي، ديتها له أنا رئاسة الجمهورية. من ذلك الوقت انطفأت الأمور. عنوان كبير يفرض نفسه على سيرورة الوقائع، ما هو الاتجاه الذي ستأخذه الملفات المفضوحة؟ مصير الملفات هذه حسب علمي أنايا واللي تبعتها، السواد الأعظم منها أصابها التقادم، تقدمت نظرا لعدم التكفل بها، ومنها من تم إتلافها، ومنها من أخذ مجرى الطبيعي في المتابعة القضائية وتحصيل حقوق رسم الجمركي. ظهر مصير التقارير التي أرسل بها سليماني لرئيس الجمهورية أخيرا، ولكن ليتها لم تظهر على هذا الشكل بالنسبة للجمركي الذي اتبع حسه المدني. فيما بعد نهار يعني كل المشاكل اللي صارت هذه والخمس شكاوى، عندما انتهت يعني الخمس شكاوى هذه كلها لصالحي في العدالة، كتبت يعني تقرير مفصل إلى فخامة رئيس الجمهورية مؤرخ في 20 أوت 2005، في كل الأدلة باللي يودي راه كل شيء براءة كل شيء نهائي، وكنت ننتظر باش يكون رد فعل يعني في إطار حماية القانون، خاصة كان قانون مكافحة الفساد 01-06-01 خرج والمادة 45 تحمي المبلغين، فإذا به نصطدم يعني بجواب تقريب أكثر من 5 أشهر. شو يقول الجواب هذا؟ يقول لي مستشار تاع رئيس الجمهورية على مستوى عالي، يقول لي يا ودير أنا التقينا من عندك ملف متعلق بالعريضة نتاعك لرد الاعتبار وغيرها، يقول لي ماذا بك تروح مفتشية العمل المتخصصة إقليميا لتسوية الوضعية نتاعك الإدارية. يعني صدمة اللي ما فوقها صدمة، مستشار رئيس الجمهورية ما يعرفش القانون، احنا تابعين الوظيفة العمومي يحكمنا لو ديكري 85-59 تاع 23 مارس 85 تاع الوظيفة العمومي، ويحكمنا لا سيركيلار دابليكاسيون نيميرو 5 تاع 12 ابريل 2004، ويبعثني لمفتش العمل تبع القطاع الاقتصادي بدون تعليق. بقدر ما كانت الصدمة بقدر ما زاد الإصرار على التواصل مع الرئاسة، وما هي إلا أسابيع حتى يأتي رد جديد. في 2009 نزيد أنا نكتب للسيد رئيس الجمهورية، قال هاو الوضع انتهي، راها كل الأبواب سدت. كتبت له 24 نوفمبر 2009، يجاوبني في 4 أوت 2010 تقريبا. واش يقول لي؟ بواسطة المحامي انتهي مغرب الشريف، الأستاذ من مغرب الشريف، يقول لي الملف تاعك راه عند المدير العام دبر راسك معاه. المدير العام راه سكر البيبان. المدير العام راه قال لك ما ترجعش.
ما كي وين راه؟ سدت كل الأبواب. بدأ الأمل يتضاءل عند سليماني، وبدأت الدنيا تذيق بما رحبت حوله، لكن لا يتوقف تزاحم الأفكار في الرأس، فيهتدي المتحدث باسم الجمارك هذه المرة إلى سبيل جديد. لما لا يستبدل الرئاسة بما هو أدنى؟ لعل في رئاسة الحكومة خير، فقد يكون في النهر ما لا يكون في البحر. وجرت الاتصالات مع 3 رؤساء حكومات متتالين، واكتشفوا معنا كيف كانت ردودهم على أضخم ملف فساد في تاريخ الجمارك. بعد هذا درت محاولات اتصال، واتصلت مع 3 رؤساء حكومات، منهم سي الخادم استقبلني في المكتب تاعو في رئاسة كرئيس حكومة في قصر الحكومة تقريبا 20 دقيقة. 20 دقيقة باش يستقبلك رئيس حكومة ماهيش يعني سهلة، وكان يعني متأثر تأثر بالغ، وديت له ملف. في الأخير قال لي سي سليماني راني معاك وستأتيك حقوقك تاعك تبقى القانون، دير لي ملف كما هذا رئيس الجمهورية وواحد الوزير المالية كان مدلسي. هذا منذ سنين لم أتلقى أي جواب إلى يومنا هذا. زدت اتصلت بأبو يحيى وبعثت له ملف مع نائب البرلمان سي مأمون مهدي القاسمي اللي كان معاه في الرندي، وعطاه له سلموا له يد بيد. سي يحيى واللي كانت خيبة أمل بكل صراحة، وأنا يعني من الناس اللي نحبوه، يرجع لي الملف ويقول لي دبر راسك به. زدت كانت اتصالات مع سي سلام، وسلام ما عرفه. ونحكي لكم واحد القصة صغيرة تلاقيتنا وياه في 2002 في المطار. قال لي يضحك، هو يعني انسان تاع نكت، قال لي يا سي سليماني هبط المطرق من الريسان اضرب الكرعين. قلت له انا الريسان هما اللي يحبوه نحب نضربهم ماشي الكرعين. واتصلت به كتابيا مرتين لم اتلقى اي جواب الى يومنا هذا. بخروج الملفات عن دائرة الرئاسة وشيوع تفاصيلها عندما هو أدنى من رئاسة الجمهورية، يعني ذلك لزمرة المنزعجين أن الرجل أصبح يشكل خطرا متعظما ينبغي وقفه بأي شكل. والأوامر أعطيت بالعزل. قال جماعة قالوا لي ماكش غير ماشي أبوندون بوست برك ديفيغاسيون سكري بروفيسيونيل يجي الباسيون فونكسيون أبوندون بوست يعني شيء. استمعت اللجنة وما حبوش يأجلوا ويقولوا لا فراز اللي خدمت لي بزاف يعني سليماني محمد يعني سي روندي كوبابل مدان ولو محكمة جزائية وفصلوا ريفوكاسيون بيري سامبل عبارة عن يعني شيء لم يكن هذا السيد ما كان شيء. أنا بنيت الإدارة حليت عينية من السيرفيس ناسيونال من 73 حتى 2000 من بعد يجي قرار اسمع قرار العزل تاع لو 15 مارس أول عزل 2004 نروح للجنة ترجعني لو 17 لو 19 اللجنة الوزراء اللي طعن لو 19 مي 2004 الرجوع يرجع الملف الإدارة إلى الجمارك لو 29 جوان يخرجوا قرارين من مدير الموارد البشرية. الأول ارجعوا إلى منصب عمله، الثاني يوقف عن العمل لأن الإدارة دارت شكوى به لو 16 مي 2004. لو 21 ديسمبر 2003 je reçois la décision de mission de fonction signée من عند مدير ديوان تاع بطلب من مدير العام الجمارك وبطلب من السيد وزير الماليه اللي ما يعرفنيش واش جا رابور من المدير العام سي نورمال هاي لا ديسيجن. من بعد استدمت الامور خذيت كونجي انا ورحت المدير العام قلت له ما نقدرش نخدم خلاص الثقه راحت. خذيت كونجي لو 17 جانفي 2004 شهر على ان ندخل نخلص لو 15 ندخل لو 16 فيفري. لو 12 فيفري جو سوا انتيليس قال لك راكم مدون بوست يا جماعه مازالوا لي 3 ايام 30 سنه خدمه تقول لي هذا ودو من ذاك تجيني تيلاكس قال راك لازم تجي تحضر اللجنه المتوسطه الاعضاء الجمركيه لو 17 فيفري 2004
بدون ملف تأديبي. أنا قاعد في الدار راي مازالت الشكوى ما انتهتش ومازال العزل الأول ما انتهش، قالوا لي راه عندك عزل ثاني، فإذا به مشتوش ما بلغوه ليش إلى يومنا هذا قانونيا. هذا القرار مأرخ لـ 28 سبتمبر 2004 واحد ربع عشر ثلاثة شهر، طبقوا فيه عليه المرسوم تاع الإرهاب 83-54 تاع 16 فيفري 2013. نورمال ما راني في واد الناموس ولا راني في بشار ولا مانيش عارف وين، نورمال ما راني إرهابي. شوف وين وصلت الوقاح، شوف وين وصل الانتقام، شوف وين وصل الحقد الدفين. لماذا؟ لأنني قلقتهم في الملفات. هذا لا شيء. نهار انتهت هذه القضايا كل كونت ملف وديته للمدير العام للوظيفه العموميه سي خرشي يعني نشكره واستقبلني في المكتب نتاعو، ودار ديسيزيون لو 18 فيفري 2007 بعث المدير العام الجمارك هذا الحالي بودربلا رفض باش يطبق. تخيل انت 5000 دينار جزائري بودربلا وما ادراك ان بودربلا المدير العام الجمارك الحالي يدير الطعن بالنقد. 5000 دينار باش ما نرجعش. كل أشكال الانتقام أصبحت واردة الآن وفي أي زمان وبأي مكان. لم يصبح هناك أدنى شك لدى سليماني بأن حياته عادت على محك مسنن للغاية. لقد سجل حصة على التلفزيون الرسمي فضح فيها الجميع، وبرغم منع بثها إلا أن التسامح ليس من شيم الزمرة المزمجرة حتى ولو كان بحوزه براءتان. الجمارك هنا يندى الجبين أن يتكلم عنها، كل الوقائع واضحة. فبدل ما تكون المراقبة اللاحقة لثلاث سنوات تبقى لقانون الجمارك المدني 256 من قانون الجمارك، المراقبة اللاحقة لضبط كل الاستيرادات والتصديرات خاصة التصديرات في هذا الموضوع إلى الخارج بالنسبة للنحاس والألمنيوم، وضبط كل المخالفات وإرسال كل الملفات للمدير العام للجمارك لا سيما لصود ريكسون واسطنش مثيل انترنسل وإرسالها إلى الجمارك الفرنسية لنعمل معها باستمرار وبكل وضوح وتراسلنا دائما في كل ملفات. ومن ثم تأتي المراسلات من الجمارك الفرنسية لأن فيه اتفاقية جمركية ثنائية جزائرية فرنسية، ومن ثم نؤسس المنازعة على سبيل صحيح ونضبط المهربين يخربون بيوتهم بأيديهم. نرجع شوية للوراء. في 2002 كانت محاولة تصفية جسدية، تفاصيل ما نذكرهاش. اثنين الشكوى هذه اللي هاي امامكم وش فيها؟ الموضوع انتحال الوظائف، عدم التزام بالسريه، افشاء سر المهنيه ثابته قانون كما يدعون، التخلي عن منصب عمله، رفض تسليم المهام. هذه كان الهدف منها هو السجن، ادخال السجن. ولكن الحمد لله كرجال في العداله وقفوا، قال لك هذه ما تستحقش هذا وعنده الادله. وين هذا الشيء اللي القرار نتاع التعيين تاعي في العداله يقول ما عنده ما يمثلش الاداره ما عدا الاجتماعات؟ هذا راه ارتكب اكبر التجاوزات. والقرار عندي انا ممثل الاداره جانب منذ 25 سنه في العداله. بل الافظع من ذلك كله هذه الشهاده المروعه. جاتني معلومات من طرف يعني ناس اطارات سامين في الدوله. قال لك راه تجري محاولة باش يدخلوك فرانس فانا يأثروا لك على بدون خلاص والجريس. ونقول لك حقيقة والله لولا لجوئي إلى القرآن والقيام والدعاء والله ما جد. ونقول لهم وكيكم ربي. وعندي صديق يعني اللي هو اللي كان هو اللي بلغ ودينونسا تاع الدوسي تاع الفيرونونفيرو، دخلوه فرانس فانو عند ريدو الله يرحمه. انا زرته في البليده عام ودرك الحمد لله راه بدا يعني وفر. وراه نقسم بالله رحت ليه لداره في القبه وهو بن يعقوب محمد، رحت ليه لداره وقال لي اعطي لي 20 ألف نشري الخبز. اللي كان ملياردير والبقيه بدون تعليق. والله ازدادت الوضعيه تعفنا، وانا اقول في هذا المجال لان سئلت في عده مناسبات معروف من طرف الجميع لان مدير الاتصال والعلاقات العامه والناطق الرسمي لاداره الجمارك وكلموني لما هل هذه الانتقادات وش رايك فيها؟ سيد رئيس الجمهوريه. فقلت بالحرف الواحد
والله إنها انتقادات بناءة ومضعية، ولكن والله لم ولن يتكلم علينا إلا شيء قليل نظرا لأن أمورنا قد تعفنت. هذه أقول، ولكن دائما الناس أولاد العائلة أولاد الفاميلا راهم شادين على جمرة فيهم ومازالوا صابرين وما بدلوا تبديل. في الحديث قياس الشعب الجزائري يفهم الأندلسي والأندلسي يفهم بالإشارة. برغم أن العهد الأسود لفضائح الجمارك كان في زمان المدير العام سيدي علي لبيب، إلا أن مدير عام الجمارك الذي خلفه محمد عبد بودربالة كان يفترض أن يزيل هذا السواد بقدومه من الضرائب إلى الجمارك، فهو متخصص ويعرف السلبيات التي تخلفها مثل هذه الملفات على الاقتصاد الوطني. ولكن كي تنصب سي محمد عبد بودربالة المدير العام الجمارك الحالي، وكانت عندي علاقات شخصية معه، كان مدير العام تاع الضرائب وكنت نحضر معه في الإطابلون في التلفزيون وكان مدير التنظيم، وظنينا باللي انفرجت القضية وانتهت، وجاء وعيط لي وقال لي أنا نفري لك المشكل في المكتب تاعه، فإذا به ينقلب إلى عاقبه 180 درجة لأسباب مجهولة. كي شفت الأمور هكذا قلت أنا للتاريخ باش نبلغه، بلغت الملف الإداري كتابيا وبلغت له تقرير، ماشي ملف، ملف فيه 10 كيلو، بلغت له، نعرف أنا رجل قانون ونعرف لا 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 الأمور، هذا الملف يتضمن 36 صفحة و106 وثائق مرفقة، كل الملفات تاع الفساد اللي درت أنا بعثت له في هذا الملف، واش دار بها الله أعلم. أليس حريا برجل كهذا أن يندم على ما قدمه من تضحيات؟ الجواب أرفع من الحس المدني ذاته. والله لا أندم، للشرف شهداء ماتوا على البلاد، مجاهدين كافحوا على البلاد، مواطنين مخلصين كافحوا على البلاد، وأنا إن شاء الله نموت في ميدان الشرف، إن شاء الله ربي يتوفاني وهو راض عني، لا أندم أبدا. وإنما رئاسة الجمهورية وما أدرك رئاسة الجمهورية، رئيس دولة يتخلى عن وعوده، مستشارين يتخلون عن وعوده، أنا راني طالب حقوقي، مانيش طالب حاجة، راني طالب لها ترقية. صرات يعني واحد الإشاعات يقولوا راه يضرب في الديوانة ويكسر في الديوانة ويدي الناس الحبس باش يطلع مدير عام، والله ما، والله ما قصدتها، والله على ما أخرش أبدا. أنا اللي كافحت ودافعت الجمركين الشرفاء، مازلت ندافع، مازالوا يستشارون الان، وللان ضاربين عليا حصار ما يقدرش يقولوا لي حتى السلام عليك في الطريق الجمركي، لو كان يقول لي واحد السلام عليك ريبوكي ربما. بقي ان نعرف كيف كان الرجل يسترزق طيله 10 سنوات بلا راتب. أنا مستحضر الآية الكريمة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عندي الحمد لله كما أقول لك عندي زوج بنات قرروا يعاونوا فيه، يعني قريتهم جابوا ليسونس في العلوم الطبيعية في قبة، عندي طفل إطار في إيران جيري ثاني يعاون فيه، وهنا لازمني نذكر التاريخ، عاونوني كل الأصدقاء والله ما خلوني، فيه رجال في البلاد والله ما استحقيت، ما يعني عيشة متواضعة.